السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا شباب في شرح جديد من قناة تايجر ويب. إحنا آخر شرح شرحناه مع بعض اللي هو الموقعين أو التطبيقين على التليفون، واحد لتجميع البيتكوين كاش وواحد لتجميع عملة اللايت كوين. النهاردة هنشرح موقع ممتاز جدا لربح البيتكوين العادي. طبعا الموقع ده برضو هتنزل فيه إثبات سحب، وهو ده الموقع بتاع النهاردة. الموقع ده عبارة إن أنت بتفتحه كل ساعة، كل عليك انك بتسجل فيه. طبعا التسجيل فيه مباشرة، يعني ناخد الموقع كده ونشرح فيه التسجيل. لحظات، هنا انت بتحط الاسم وهنا بتحط الايميل، بيديك رسالة بتفتحها بتحط الباسورد بتاعك. لكن انا ما ينفعش ان انا اعمل 2 حساب، هو حساب واحد لكل شبكة، لان ممنوع المواقع دي، لان هي سادقة بتدفع، فما ينفعش انك تسجل من اكتر حاجة. هم كل عايزينه منك انك تشوف اعلانات مرة واحدة في اليوم لكل اعلان، وده مناسب ليهم بس. لكن انك تشوف الاعلان اكتر من مرة من كذا حساب فده مخالف ليهم، ولو عسوا كده هيعملوا لك الغاء حساب من حسابات اللي معاك. تمام كده، عرفنا شرح. اما بين الوضع مثلا معايا هنا 59 ساتوشي، انت بتدوس هنا بتحل الكابوتشة ديت، وهنا بيعد. مثلا هنا تكسب 19، هنا 187، وهنا كسبنا 19 اللي فوق، وهنا مثلا 1000 في 1800، هنا 100، وهنا 1080. او الارقام دي مثلا هي دي العملات انت بتكسبها انت وحظك من هنا. ايه كل حاجة انك تخش كل ساعة تنزل تعمل الاختيار ده. وطبعا في هنا كذا حاجة في الموقع، هنا بتشتري شوية اضافات تانية مع في الموقع بتاعك لو انت عايز تشحن فيه. بس هو ده شرح الموقع بتاع النهاردة. موقع بسيط جدا ينفع معاكوا في كورس الربح، ودي المحفظة اللي احنا شرحناها قبل كده. يعني الكورس ده ينفعكم كده. الموقع اللي زي دي بتديكوا كل ساعة، وانت وحظك ممكن يجيلك 18000، ممكن يجيلك 1800، ممكن يجيلك 187. يعني بيفيد جدا في الاثباتات بتاعة التجميع. يعني لو احنا مثلا اشتغلنا على الموقعين دول او التطبيقين دول مع المواقع اللي شرحناها قبل كده، هتعمل لك من 3 ل 4 دولار يوميا. بس محتاج شغل جد، وإن أي إعلان ينزل لازم تشاهده على طول. وكده يبقى شرح النهاردة خلص، وإلى اللقاء في شرح جديد من قناة تايجر ويب.